السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج أسئلة محرجة. اتعودنا في كل حلقة من حلقات برنامج أسئلة محرجة إن بيكون معانا ضيف بيجاوب على بعض الأسئلة الهامة اللي تخص كل بيت. في الحلقات اللي فاتت كان بيبقى معانا دكتور أو طبيب بيتكلم عن مرض معين، ولكن في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين حاولنا إن نخلي الحلقة ليها اختلاف كلي وجزئي. في أسئلة محرجة مش شرط تكون في الطب، ولكن أسئلة محرجة بتخص كل واحد مننا في الدين، في تعامله مع الآخر. كل الأسئلة دي هنسألها وهيجاوبنا إن شاء الله عليها ضيفنا الدكتور عبد الوارث عثمان، رئيس المنظمة المصرية لعلماء المسلمين وأستاذ الشريعة بجامعة الأزهر. أهلا بك يا دكتور. يا أهلا وسهلا، يا مرحبا، أنا بشرف إن أنا أكون مع حضرتك. بارك الله فيك. أهلا بك يا دكتور. بارك الله فيك. دكتور، برنامجنا أسئلة محرجة. يا مرحبا. بيصادف كل واحد مننا في حياته رجل او امرأة، شاب او فتاة، اسئلة محرجة بيبقى مش عارف يجاوب عليها، بيبقى مش عارف اجابتها ايه. فبالتالي احنا عاوزين النهاردة نقرب له ونحلله الالغاز اللي هو بيبقى مش عارفها، بما ان ممكن تكون الاجابة بسيطة جدا بس ما عندوش الداتا الفقهية ان هو ممكن يفهمها. فان شاء الله حضرتك النهاردة هتجاوب لنا على اسئلة كتيرة جدا، بس الوقت يسعنا نحاول نبسط للناس الأسئلة اللي ممكن بيبقوا محتارين فيها. دكتور، قبل الرجل اللي بتصادفنا في حياتنا، من ضمن الأسئلة ديت في حاجات بتبقى حساسة قوي. يعني من ضمن الأسئلة اللي جات لي يا دكتور، بنلاقي إن في امرأة بتقول سؤال إن ليها صديقة وهذه الصديقة ابنها يعاشرها، ابنها يعاشرها. احنا أول مرة بنسمع الحاجات ديت وجديدة على مجتمعنا الحاجات ديت. ابنها بيعاشرها معناها متزوجة، الابن عنده 26 سنة وبيعاشرها معاشرة الأزواج ودي أمه. سؤال زي دوت أنا صعقت لما سمعته، يعني الرد عليه يكون إيه؟ ليه إجابة؟ نعم، فياريت حضرتك تفسر لنا. الإجابة هو أنه لابد من الأم المسلمة أن تنتبه لأبنائها منذ الصغر، من هو صغير، بدل ما هي بتوديه مدارس أجنبية بيلعبوا في عقل الولد وبيلقنوه ما يشاءون من المبادئ ومن القيم البعيدة عن دين الإسلام. أن تبادر الأم والأب أولا بتعليم الابن هذه المبادئ، والوالد بدلا من أن ينشغل انشغالا كليا وكاملا بأن يجلب لأبنائه الطعام وما لذ وطاب من الخضار ومن الفاكهة ومن الحلوى ومما يشبه ذلك، عليه بأن يهتم أيضا بأن يدخل على أبنائه العلم، خاصة العلوم النافعة من فقه ومن شريعة ومن من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هو الله تبارك وتعالى، وما هي صفات الله، ما هي الجنة وما هي النار. يزرع تلك المبادئ المشتملة على الحلال والحرام في نفوس الأطفال منذ الصغر، فيعرف قيمة الأم ويعرف قيمة الوالد وقيمة الأخت وقيمة الأخ وقيمة العم وقيمة الخال والعمة والخالة والجار وهكذا. كل هذه المبادئ التي دعا إليها الإسلام إذا علمها الأب وعلمتها الأم للطفل أو للطفلة استطاع أن ينجو، وأن ينجو أيضا المجتمع من الشرور الكامنة في النفوس والتي يساعد عليها الشيطان البنين والبنات. هذا أولا. الأمر الثاني، على الوالد أن يحترم زوجته وأن يحترم أم أبنائه أمام أولاده حتى لا يأخذون عليها، ويرفع بينها وبين الأبناء كل حجاب، حتى أنهم يعاملونها كأنها طفلة مثلهم، وهذا خطأ يقع فيه الوالد عندما يجعل هؤلاء الأبناء يأخذون على أمهم أخذا تاما ويرفعون الحجاب بينه وبينها وبين أبنائها أو بينها وبين بناتها. عند ذلك تحدث الكارثة ويتطاول مثل هذا الابن، إن لم يتطاول بالعقوق وبالسب وبالضرب وبالشتم، تطاول بهذا المنظر الذي تساعده فيه للأسف بعض أجهزة الإعلام معدومة الضمير التي تنشر صورا إباحية تتعارض مع الإسلام جملة وتفصيلا، إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي التي اتصلت بعالم قد لا يعرف عن الإسلام شيئا،
بمبادئه وبقيمه يدخل في عقول البنين والبنات ويدس فيها ما لا يحمد في شرع الله تبارك وتعالى. في الحديث أو في الصحيحين من حديث حذيفة يقول حذيفة: كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فلا مانع أن يجلس الوالد أو الوالدة مع البنت أو مع الابن ويعلموهم ما هو الحلال وما هو الحرام وما هو الشر حتى يجتنبوه، وما هو الخطأ وما هو الصواب. وهكذا تكون تربية الأم لأبنائها وبناتها، وتربية الأب ونهوضه بدوره في رعاية هذه الأسرة هو الصد المنيع أمام هذه الصور الفاحشة وهذه الصور القبيحة المستهجنة التي لا تقبل في المجتمع المسلم أبدا بحال من الأحوال. تمام دكتور، عندي سؤال برضو آخر بيسأل بعض الإخوة، أو واحد بيسأل بيقول لي أنا دلوقتي أعرف كتير قوي من النساء، أنا متزوج وأعرف كتير من النساء لي علاقة بيهم، بخرج مع دي وبخرج مع دي وبخرج مع ديت، وبيوصل الحد اللي أنا ممكن ببقى لي علاقات بيهم وبعمل معهم علاقات، ولكن نصحني بعض الشيوخ أني أنا بدل ما أعمل الوضع دوت اللي أنا مع الستات دول أروح معهم وأخرج معهم، نصحني بعض الشيوخ قال لي حاول اللي أنت تزور أرامل، تزور يتامى، حاول ان انت تخلي مجهودك ده للمراه اليتيمه او وبيعرف النساء على سبيل ايه يعني؟ يعني حاول ان انت بدل ما تعمل الحاجات الوحشه دي، حاول ان انت تعمل اعمال خير، تروح لدار ايتام، تروح لمراه يتيمه تكفلهم، اولاد يتامى تكفلهم وبتاع. فرد عليه وقال له انا ممكن لو رحت عشان اعرف الناس دول ممكن اعرف الست اللي هي ممكن جوزها يعني متوفي او كده واعمل معاها علاقه. واعمل معاها علاقه. لا هو يبتعد عن هذا. فرده ايه بقى؟ هو يبتعد عن هذا كلية، عما يسمى بالمرأة، ويجعله مع زوجته، خليه مع امرأته في البيت سعيدها ويفرحها، ويحاول أن يتمتع بها، أن يستمتع بها وأن يمتعها بنفسه من خلال الكلام الطيب المبارك والأخلاق الحسنة وقلب ما تشتهي من الطعام والجلوس وقتا طويلا يحدث زوجته، فهي خير الناس وأولى الناس بكلامه الحلو، بكلامه الطيب، بكلامه المليء بالمشاعر الفياضة الجياشة. الزوجة هي أحق الناس من زوجها بهذا. هذه واحدة. الأمر الثاني، هو لا يؤمر أبدا بأن يذهب إلى امرأة أرملة أو إلى مطلقة أو إلى كذا، إن هذا سوف يكون هو المدخل الأول لعودته وانتكاساته من جديد. إنما هو يبتعد عن هذا، وعليه بأن يتوجه بإحسان إلى ملاجئ الأيتام الأطفال مثلا، إلى السائلين في الشوارع، يتوجه بإحسان هذا إلى جيرانه إن كان يعرفهم أو لهم بهم صلة ويعرف حالتهم الاجتماعية من فقر أو ضنك أو سوء معيشة أو ضيق ذات اليد إلى آخره. عليه بأن يدخل بيوت الله تبارك وتعالى ويعمر هذه البيوت ويحافظ على الصلوات الخمس. صلاة الفريضة والحفاظ عليها وحضور الجماعات الإسلامية خاصة في صلاة الجماعة والجمعة والعيدين هي من الأمور التي وردت الأحاديث الصحيحة والروايات الطيبة التي لا تقبل الشك في أنها تكفر السيئات، تذهب السيئات، وتجلب الحسنات، وتجعل الإنسان ينسى الوزر الذي ارتكبه، أو حتى تصرفه عن أن يهم به أو أن يفعل. الصلوات الخمس، الصبح والظهر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إن لم تجتنب بينهن الكبائر، وهي أيضا عاصمات للمسلم من الوقوع في تلك الجرائم، خاصة جريمة الزنا وجريمة الغيبة والنميمة والكذب والبهتان والخيانة والرياء والنفاق. الصلوات الخمس هي الصد المنيع للمسلم من أن يقع في مثل هذه الكبائر التي نهى عنها الإسلام. عليه بأن يلتزم بذكر الله، عليه بأن يلتزم بقراءة القرآن، عليه بأن يحضر الجمع والجماعات، عليه بأن يصادق الصالحين ممن يعرفهم والطيبين من أصحابه ومن أصدقائه، وعن يبتعد عن كل ما يقربه من ذلك أو يحببه إليه. تمام دكتور، عندي سؤال آخر. أخ بيسأل بيقول أنا كل ما أجي أقف في الصلاة وابتدي أنوي وأصلي، في وسط الصلاة وأنا واقف بصلي أفتكر علاقتي بالنساء، فلا أتذكر
ماذا صليت؟ يعني ما يعرفش هو صلى ثلاثة أو أربعة، وبالتالي بيبقى مش عارف هو في الصلاة واقف مش عارف عمل إيه، ولا صلى ثلاث ركعات أو أربعة، هيسجد مش هيسجد، بيبقى واقف مشتت في الصلاة. نقول له إيه؟ وهذا عموما بسبب انشغاله بالحالة أو بسبب حالته التي كان عليها قبل أن يدخل في الصلاة. فبعض الناس حقيقة لا ترى أن معاشرة الغرباء أو أن مصادقة النساء أو أن الكلام في الهواتف مع النساء أو على الفيسبوك أو على كذا، لا ترى مانعا من أن يحدث هذا مع أنه يصلي ويقيم الفرائض، مع أن الله سبحانه وتعالى قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أي أن الهدف من إقامات الصلاة، من إقامة الصلوات الخمس، هو أن تبتعد بتلك الصلاة أو أن تبعدك هذه الصلاة عن الفحشاء والمنكر. لذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. فسبب انشغاله بالنساء أثناء الصلاة لدرجة أنه ينسى إن كان في الركعة الأولى أو الثانية، أو قرأ الفاتحة، أو لا زال يقرأ السورة، أو لم يقرأ شيئا منها، أو أنه ذكر ربه في الركوع أو لم يذكر، أو في أي ركعة كان، هذا سببه، هي الحالة التي كان عليها قبل أن يدخل في الصلاة. فعلى المسلم أن يرجو من الله القبول فيها، ورجاء القبول إنما يكون بضبط النفس واستقامتها على أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، والتحلي بأخلاق النبي في البعد عن الرذائل والمنفرات، والاقتراب من الله سبحانه وتعالى بكل عمل يعمل. عموما هذا إذا حدث للمسلم أو للمسلمة أثناء الصلاة، بأن انشغل بنساء أو بمعاصي سابقة أو بحالة لذة أو بأمر قد ضاع منه أو بشيء من هذا، فإن هذا نزغ من الشيطان، فليستعذ المسلم في هذا الوقت بالله من الشيطان الرجيم، بقوله أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو يذكر دائما ربه في الصلاة، في ذكر الصلاة بصوت خفيض بحيث يسمع نفسه في الصلاة السرية. يعني لا مانع من أن يسمع نفسه بقوله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم، وهكذا، حتى يعني لا يذر فرصة لأن يصمت فيتدخل الشيطان في صلاتي أو في عقلي أو في تأملاتي أو في أفكاره، وأن يقرأ الفاتحة بصوت يسمع نفسه فيها، ويقرأ السورة كذلك بصوت يسمع فيها. وكلما حزبه أمر أو نزغه نزغ من الشيطان، كلما استعاذ بربه وحاول أن يهز رأسه ويعود إلى حالة الثبات وحالة الخشوع والخضوع لله رب العالمين. وعليه بأن يشغل نفسه بالطاعة قبل أن يقيم الفريضة، فإذا ما دخل الفريضة وهو على هذه الحالة فإن قلبه يكون خال ومن الشواغل، وتكون نفسه مطمئنة، تبتعد كل البعد عن تلك الأفكار السيئة التي تسيطر على نفسه أثناء إقامة الصلاة. تمام. دكتور، عندي سؤال من شاب آخر بيقول أنا شاب حوالي داخل في 30 سنة من عمري، أحب فتاة من ديانة أخرى وأريد أن أتزوجها، هل الموضوع دوت أمشي فيه ولا ما أمشيش فيه؟ نعم، هو لا يوجد في الإسلام ما يحرم أن يتزوج المسلم من كتابية. لما نيجي نقول كتابية يكون معناها واحدة يهودية أو مسيحية. الإسلام لم يمانع أبدا من أن يتزوج المرأة من يهودية أو من مسيحية، على أن هناك بعض الخطأ والخلط تقع فيه الناس، ويظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا مع ماريا القبطية أم المؤمنين، ولك أن تلحظ نحن نقول أم المؤمنين، وهذه فرية وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي لم يتزوج أبدا من يهودية أو من نصرانية أو مسيحية. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ماريا القبطية بعدما أسلمت، يعني أسلمت قبل أن تلقى رسول الله في المدينة، أسلمت وهي في الطريق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن تراه، وهذا بإجماع الروايات وأجماع أصحاب السير وأصحاب الصحاح والسنن، أنها شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تدخل على رسول الله في مدينته المنورة بوجوده فيها.
فتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي مسلمة ولم تكن أبدا على ديانتها. أما كونها ماريا القبطية فهذا باعتبار ما كانت عليه قبل أن تدخل في الإسلام، فإنه من لغات العرب أن يشهر المرء بما يميزه من المهنة، فيقال فلان النجار وفلان المحاط وفلان كذا وفلان كذا، وهذا من لغات العرب. فما أهم ما كان يميز ماريا المصرية هي ماريا القبطية، أنها مصرية، وكلمة قبطية أيضا هي ليست ديانة وليست ملة، هي كلمة قبطي أي مصري. فكل من يحيا على ضفاف النيل ويعيش على هذه الأرض يسمى قبطيا. هناك قبطي مسلم، هناك قبطي مسيحي، هناك قبطي يهودي، هناك قبطي لا دين له، ما دام يحيا على أرض مصر يسمى قبطي. القبطية هي جنسية وليست ديانة، ليست ملة، إنما هي جنسية لكل من يحيا على هذه الأرض، وذلك تسمى ماريا القبطية باعتبار أنها أهم يميزها أنها من مصر. أما زواجهم من تلك النصرية كما قلنا أن الرسول لم يفعل هذا، إنما الإسلام أباح للمرء المسلم أو للرجل المسلم أن يتزوج من امرأة مسيحية أو يهودية، ولم يبح ذلك للنساء أبدا. لا يصح لامرأة أن تتزوج من يهودي أو من نصراني أبدا، وهذا يعتبر من باب الكفر والخروج عن الملة وعن الدين. أما أن يتزوج المسلم من كتابية فإن هذا يصح والله أعلم، على أنه الأفضل أن يكف عن ذلك وأن يمتنع للأسباب، لأن هناك فرق بين الوجوب وبين الإباحة. نعم أباح الله ذلك، ولكن لا يستحب للمؤمن أن يفعله مع إباحته، ولكن الأفضل أن يبتعد عنه، لأنه قبل أن يفكر في المتعة ويفكر في الجمال الذي جذبه إليها يفكر أولا في الأبناء الذين يكونون من رحم هذه المرأة. هذه المرأة إن كانت يهودية أو نصرانية، ما الذي تعلمه للأبناء بعد أن تنجب له الأبناء ويمتلئ عليه البيت بالبنين والبنات؟ ماذا تعلمهم؟ هل عندما تسمع الأذان تقول لهم قوموا فصلوا العصر، قوموا فصلوا المغرب؟ أم أنهم ستنهاهم عن ذلك وتجرهم وتجذبهم إلى ديانتها التي لا يرضى عنها هو ولا يرضى عنها الله تبارك وتعالى؟ ما العادات والتقاليد التي تتصف بها هذه المرأة في مجتمعها غير المسلم الذي عاشت فيه والذي أخذته من والديها بالطبع، وستعلم تلك العادات وهذه التقاليد لأبنائها حتما، فهل سيكون منشرحا عند ذلك؟ هل سيكون سعيدا عندما يدخل على زوجته الكتابية ويجدها تعلم الأبناء ما كانت عليه من ديانتها وتترك دينه؟ إن الدين عند الله الإسلام. نعم أباح الله ذلك، ولكن الأفضل ألا يفعل المسلم ذلك، فإن الرسول يقول فاغفر بذات الدين تربت يداك، والمقصود به دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ويقول ومن يتخذ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طيب. فمن ذا الذي يتصف بالعقل ثم يأخذ واحدة هي من الخاسرين قد اتخذت دينا غير دين الإسلام؟ طيب دكتور، لو أسلمت بعد الزواج، لو هو تزوجها على دينها وأسلمت، ولكن نعم يكون له من الأجر عند الله سبحانه وتعالى كثيرا، يأخذ أجر على كده، ولكن المسألة لا تضمن. هي أنت هتتجوز واحدة يهودية أو واحدة كتابية، وما أدرك أنها ستسلم، لعل هي التي تدفعك إلى ما هي عليه. تمام. وإن لم تدفعك أنت دفعت الأبناء، والأبناء خاصة البنات غالبا ما يتأثرون بالأم ويكونون مثلها في كل شيء، وجذبتهم إلى ديانتها، ما حالك أنت عنده؟ ما موقفك أنت عند ذلك؟ تمام. ما دام الأمر غير خلاف بقى، لو هي أسلمت ويتزوجها، يعني أن تسلم قبل أن يتزوجها فهذا من الخير. أما أن يتزوجها على أمل إنها تسلم، أن تسلم ثم بعد ذلك قد لا تسلم، قد لا يكتب الله سبحانه وتعالى الهداية ويكتب لها أن تنجب منك، هذا أمر أشبه ما يكون بالقمار بالمقامرة، إنه تعريض، ليس المال للخطر كما هو في القمار أو هو في الميسر، بل هو تعريض، يعني بتعرض حياتك كلها للخطر، مستقبل أبنائك تعرضهم دائما للخطر. فلما اظفر بذات الدين تربت يداك، وتأخذ المرأة المسلمة صاحبة الخلق الطيب وصاحبة الاتباع لرسول الله ولأمهات المؤمنين. تمام.
دكتور، من الأسئلة الدارجة جدا واللي بنشوفها كل يوم، احنا لما بنيجي في أشغالنا في أعمالنا بنصلي بنخش نتوضى، فمعظم الناس بتتوضى لابس بدلة مثلا، بيروح قلع البدلة متوضي وبيروح جاي عندما يجي يغسل قدميه بيروح ماسح على الشراب. هل الوضوء هنا سليم ولا لازم ان هو يشيل الشراب ويتوضى وضوء كامل؟ ما دام لم يكن متوضئا من قبل الافضل ان يخلع الجورب، يخلع الشراب ويتوضا. ده اذا كان مش متوضي قبل كده. اذا كان مش متوضي قبل او كده. نزل من البيت وهو متوضي الصبح قالع الشراب وتوضا وجات صلاه إذا الظهر كان يريد ان يجدد وضوءه. خلع الجورب او باب المسح على الخفين، قديما كان يلبس خف من جلد. وكان الرجل لتجهيزه لحربه او تجهيزه لسوقه او لسفره او لسعيه على قدمين دون سياره أو دون حتى ما يحمل عليه من جمل أو ناقة أو بغل، كان هذا يجد الرجل العناء بعد أن يربط عشرات الأربطة على جوربه أو على شرابه أو على خفه. أما هذه الأيام ليس أمرا متحققا، الأفضل أن يخلع هذا الجورب وأن يخلع هذا الشراب ثم يتوضأ وضوءا عاديا، فيصل الماء إلى جميع أعضاء الوضوء التي أمر الله بها، ويكون هذا أبلغ في النظافة وإزالة الاتساخ. وعجيب جدا هو أن الرجل يفضل أن يمسح على الجورب مع أنه من الممكن أن يخلعه بشيء خفيف وبسيط وبقليل من الجهد، مع أن الشراب خاصة بين الصلاة والصلاة غالبا ما يكون هو صاحب الرائحة الوحيدة في الجسد، لأنه قد يضع مزيلا لإبطه ويضع مزيلا لجميع أنحاء بدنه، ثم يأتي عند هذا الشرب ولا يضع فيه شيء، فيكون هو محل الرائحة الكريهة. فيكون هذا أمرا من الأمور المكروهة في الجمع والجماعات، هو أن يخلع الرجل حذاءه كذا ولا يتوضأ ثم يدخل بجوربه، وقد يكون بعض الروائح الكريهة التي يتأذى منها الناس فتكون في حكم الثوم والبصل. فماذا لو خلع، حتى إن كان هذا مباحا في أوقات، فماذا لو خلعه ثم توضأ وضوءا طبيعيا كاملا وعاديا واغتسل غسلا سليما ينال به الأجر من الله سبحانه وتعالى، ويضع ما يريبه إلى ما لا يريبه، صح. يضع أمر مشكوك فيه إلى أمر هو واضح، يعني أمر واضح وبين يتقرب به إلى ربه سبحانه وتعالى. إذن الأفضل أن هو يقلع الشراب، الأفضل أن يخلع الشراب ما لم يكن به علة أو مرض أو حرق أو غير ذلك. ما الذي يجعله يخلع هذا الجائر، يعني يتمسك بأن يلبسه؟ ما الذي يخلع؟ تمام دكتور، من بعض الأسئلة اللي بتصادفنا أو بعض الحاجات اللي احنا بنشوفها في حياتنا، ان بيبقى في معانا في الصلاه ناس كبار في السن، بيجي يصلي معانا، اول ما بيبتدي الصلاه بيكون واقف معانا في الصلاه وبعد كده بيكمل صلاته قاعد. هل ده يجوز ولا لازم يكمل الصلاه كلها واقف وقاعد معانا؟ لا يجوز، ويقف بالقدر الذي يقدر عليه ما دامت عنده عله، وما دام عنده مرض، ولم هو عجز عن القيام قياما كاملا، فإن الله تبارك وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، يعني أؤتوا من الفرائض والسنن ما تقدروا عليه ولا حرج عليكم في ذلك. فهو استطاع أن يقف الصلاة كلها وقف، فإن لم يستطع وقف فيما يقدر على الوقوف فيه منها، فإن لم يقدر تماما صلى قاعدا أو على جنبه، وهذا من الأمور المتفق عليها في الفقه الإسلامي أن الإنسان يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبه، العبرة بأن يكون الضرورة تقتضي هذا، يعني لا يفعل ذلك من باب الكسل ولا يفعل ذلك من باب أن الإمام قد أطال أو أن الإمام قد قصر، وإنما لأن جسده وصحته ومرضه قد اقتضى هذا. هنا الضرورات تبيح المحظورات. نعم الوقوف قائما لا يعدل به شيء في الصلاة، والرسول يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد كان النبي يقف ثم يركع ثم يسجد، ولكن الضرورات تبيح المحظورات. فالمسلم إذا صلى قاعدا لضرورة فإنه يصح والله أعلم. فإن قام في بعض الصلاة ووقف في بعضها فإنه أيضا يصح ما دام هذا هو الذي يقدر عليه. تمام دكتور، احنا في صلاة الجمعة بالذات بنلاقي الجوامع مشغولة، فيها كراسي كتير جدا والناس قاعدة على الكراسي، في ناس كبار في السن وفي تحس ان في ناس شباب قاعدة برضو على الكراسي، سايبة الارض وقاعدة على الكراسي ويصلي وهو برضو قاعد، يعني بتحس ان هو برضو يعني مش تعبان ولا حاجة وبيقف يصلي زي بقية الناس، بيكسل وتبص تلاقيه واقف بيصلي على الكرسي برضو قاعد زيه زي الراجل الكبير اللي مش قادر يقف. ده نقول له ايه؟
يعني لا هو بقى يتقي الله تبارك وتعالى، وما دامت ليست هناك ضروره لجلوسه على الكرسي والامام يخطب لا يفعل ذلك. اكيد بتلاحظها حضرتك، يعني انت في خطبك بتشوف ناس برضو تبقى قاعده على الكراسي بس برضو. انا ما فكرش اذا كان هو يخطب على القعود او بيدعي، انا لا أيوه. افكر في هذا أيوه. المسلم عليه بان يتقي الله تبارك وتعالى وينظر الى من يتجه بهذه الصلاه. إنما يتجه إلى الله تبارك وتعالى الذي يرجو رضاه ويريد أن ينال منه القبول وأن يدخله الجنة. فهذا الإله العظيم تبارك وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويطلع على ما خفي واستطر عن الناس، هو عليم بحالته، لا يستطيع أبدا أن يخادع ربه. وما دام هو يقدر على القيام ويقدر على القعود على الأرض في صحن المسجد والإمام يخطب بأدب علمه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم فليفعل ذلك، أما أن يأخذ مقعدا لعجوز أو يتمارض، فإن الإنسان إذا تمارض فإنه قد يأتيه فعلا المرض وقد يموت بسببه وقد يصيبه العجز. عليه بأن يقبل على الله سبحانه وتعالى بجد وبنشاط وأن يصلي، لأن الرسول يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فيقترب من صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء الوقوف بين يدي ربه، ويبتعد عن الكسل وعن الخمول وعن الدنيا حر، وأحيانا بعد المساجد تبقى مكيفة والقعدة لا تصل أو الجلوس لا يحلو إلا إذا كان قاعدا على هذا الكرسي حتى يكتمل الرفاهية. هذه الأمور لابد وأن يبتعد عنها المسلم، لأن الرسول يقول خير الأعمال أحمزها أي أشقها. عندما كلما كان الأمر شاق عليك فيه تعب فيه إرهاق كلما أجرت عليه من الله سبحانه وتعالى أكثر. دكتور، في بعض الأسئلة اللي جات لي وهي خاصة بالزواج العرفي. أحد الشباب بيقول أنا تعرفت على امرأة مطلقة ونظرا لظروفها في عملها ونظرا لظروفي في عملي تزوجت أنا وهي زواجا عرفيا، يجوز أم لا يجوز؟ هو يسأل يعني هل هذا السؤال مكتمل الأركان؟ يعني هل هذا السؤال هل هذه الزوجة لها ولي ولا بغير إذن وليها؟ هذه واحد. الأمر الثاني فيه هناك اثنين شهدوا، هل في شاهدين عدل ولا لا؟ ده اثنين. هل أمهرها؟ ده ثلاثة. هل أشهر ذلك الزواج بين الناس وأعلنه أم لا؟ إذا اكتملت هذه الأركان فإن الزواج صحيحا والله أعلم. فإنك سركنا فإن الزواج يكون في شك بقدر هذا الركن الذي نقص. فالزواج لابد فيه من الرضا والقبول بين الطرفين، الإجاب والقبول. لابد فيه من رضا الولي بأن تسمي لها وليا من أهلها. لابد فيه من أن يمهرها أن يعطيها مهرا يسمي لها مهرا. لابد فيها من شاهدي عدل، لابد فيه من الإشهار والإعلان بين الناس. أي زواج لا يفعل به هذا، لا يفعل فيه هذا، لا تكتمل فيه هذه الأركان، فليس بزواج ولا بشيء. هو على أي شيء إلا أنه ليس زواجا ولا شيء. غير أن السؤال ما دامت النية سليمة ودام القلب أبيض وما دام الفعل حسن وما دامت النية خير، لما يجعله عرفيا بهذا الشكل بعيدا عن أعين الناس؟ لما يختار أن تكون ورقة بيضاء؟ لما لا يذهب إلى المأذون الذي يكتب هذا العقد ثم يعلنه على الناس؟ إلا إن كان هناك شيئا، يعني عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم قال الإثم ما حاك في صدرك وخفت أن يطلع عليه الناس. لابد أن يكون في الأمر كذبة، لابد أن يكون في الأمر علة، لابد أن يكون في الأمر شيئا. لو لم يكن في الأمر شيئا لما جرى الزواج بهذه الطريقة. كما أن في هذه الطريقة من المخاطر للزوج والزوجة ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، فقد يتركها في أي وقت والزواج غير موثق. وهو أيضا كيف يضمن تلك المرأة التي ترضى بهذا الزواج العرفي مع أنها قد تكون متزوجة مع أكثر من واحد وتكتب هذه الورقة مع واحد ومع اثنين ومع ثلاثة وأربعة وخمسة عشر؟ أين الاستقرار الذي هو الحكمة ولب هذا الزواج والحكمة من شرعية هذا الزواج في دين الإسلام بل وفي الأديان جميعا؟ وهو هدفه المودة والمحبة، هدفه العروة الوثقى بين الطرفين. عندما
قال النبي صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. فهدف من أهداف الزواج فوق المحبة والمودة والسرية بين الطرفين، الألفة بين الطرفين، إنجاب الأبناء والذرية الذي هو الهدف الأول من أهداف هذا الزواج. كيف يأتي أبناء ينسبهم إلى نفسه؟ وما أدراه أن هؤلاء الأبناء هي من تلك المرأة التي رضيت بأن تكون في هذا الوضع السري الذي لا يعلمه أحد. كيف يقبل أن يكون له من أبناء؟ وإذا كان هؤلاء الأبناء فكيف بزواج غير موثق أن يذهب ويوثق شهادة ميلاد هؤلاء ثم يدخلوا بعد ذلك المدارس؟ إنه يعرض نفسه أو تعرض نفسها للخطر الشديد وللآلام الشديد. لما؟ دكتور، هو البعض بيرد على الجزئية دي بيقول لك أنا متزوج مش عايز أهدم بيتي الأولاني، لأن لو زوجتي الأولانية عرفت إن أنا متزوج بأخرى هتعمل مشاكل والبيت ينهدم والعشرة اللي بقالها 20 سنة هتروح، فأنا بضطر أعمل الزواج التاني ده العرف دوت عشان أحافظ على البيت الأولاني. نرد عليه برضو نقول له إيه؟ ده بالعكس، ده هو أول سبب هذا الزواج السري، هذا الزواج العرفي الذي لا تعرفه الزوجة سوف يكون أول سبب في انهيار بيته الأول. التانية هتتصل بالأولانية تقول لها ده اتجوز، ده هو إذا أخبرها في أول مرة ممكن تغضب يوم اتنين وتعود إليه بعد أن يتفاوض الصالحين وبعد أن يدخل بعض الطيبين وتعود إليه. أما إن كان زواجا بهذا الشكل فإن هذه الزوجة لن تعده زواجا، ستعده زنا وخيانة. انظر إلى الأمرين، إنه من تلبيس إبليس ومن تلبيس الشيطان على الناس. أنت عندما تذهب إلى الزوجة وتقول لها سأتزوج، الزوجة قد تقبل وقد ترفض، وفي حالة الرفض سوف يكون هناك الغضب. ثم يتدخل واحد ويقول: لما تتزوج على زوجتك؟ فيقول: والله هي تصنع ذلك، هي تصنع كذا، لا ده انا بصنع، لا هي طيبة. ويبتدي يدور حوار هيكون في نهايته أن تعود هذه الزوجة إلى زوجها وأن ترضى بالأمر الواقع بعد أن تشترط عدة شروط. أما إذا ذهب إليها واحد وقال لها: إن زوجك مع فلانة في الشقة الفلانية، يا ترى ماذا تصنع هذه الزوجة وقد علمت أن هذا الزواج زواجا عرفيا، هو يسميه عرفي قد لا يكون زواجا أصلا. سوف تعد أن هذا الزوج زوجا خائنا، وسوف تكون وصمة عار في وجه وفي ذهن كل من يعلم بحالتي هذه، وأولهم هي الزوجة التي يعاشرها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرضاء الولي وبشاهدي عدل وأمام الناس. ثم كيف لهذه الزوجة أن ترضى بالرخص مع هذا الرجل الذي يكتب ورقة بيضاء معها على أنها الزوجة، ثم يجعل لواحدة أخرى زواجا موثقا سليما تعرفه الناس بوليها بشاهدي عدل بيوم يعني مزين فيه من الزينة ومن الخير ومن اللمة ومن الجماعة الكثير؟ كيف ترضى هي بالنقصان؟ كيف ترضى بهذا الرجل الذي يطلب منها زواجا عرفيا؟ كيف ترضى به مع أنه جعل واحدة أخرى أعلى منها درجة بهذا الزواج الموثق، كأنه يتشرب بهذه ويغجل من هذه؟ المرأة الشريفة الحرة لا تقبل أبدا هذا النوع من أنواع الزواج، وكذلك الولي لا يقبل لابنته أن تصنع هذا، خاصة إذا كان هذا الزواج يجرى في معظم الأحوال للحفاظ على معاش زوج سابق بياخد معاش وهي بتاخد أو معاش أبوها أو كذا، فبتضطر تعمل ده عشان خاطر تحافظ على المعاش، وهو نوع من الكذب ومن البهتان ومن الافتراء. لا يجعل هذا الزواج بأي شكل من الأشكال زواجا مباركا، وإنما تجعل فيه من العثرات والعقبات للزوج والزوجة ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. تمام، حضرتك استفدت في الموضوع دوت، واحنا عايزين الموضوع دوت لانه منتشر جدا، عاوزين نفرد له حلقات بعد كده ان شاء الله تكون معانا، ونحاول نبصر الناس بالصحيح والغير صحيح ازاي نتعامل فيه. بعض الاسئله الهامه برضو يا دكتور اللي هنسال فيها، وهي الكذب على الزوجه. احنا قدامنا 4 دقايق هنجاوب عليه وهناخد سؤال تاني. الكذب على الزوجه، الزوج بيقول هل مباح للزوج الكذب على الزوجه حتى يدرو الفتنة بينهم؟ نعم. في بعض الأوقات نعم. وفي صحيح البخاري تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبيح الكذب إلا في 3: عند الحرب، وعند الإصلاح بين الناس، وفي حديث الرجل مع زوجته. وليس المقصود بالكذب على الزوجة
هو الكذب المؤدي إلى مضرة بها أو إلى ضرر بالأسرة أو إلى ضرر بأهل الزوجة أو بأهله أو به هو شخصيا، وإنما المقصود بالكذب هو الكذب الذي يؤدي إلى حالة من الهدأة أو حالة من الهدوء بين الزوج والزوجة، كأن تكون هذه الزوجة مثلا طائشة ولها مطالب كثيرة، تريد من الزوج أن يشتري لها ثلاجة كما اشترت فلانة، أو يشتري لها بوتاجاز ب18 شعلة كما فعلت فلانة، أو يشتري لها من الذهب كذا، وهذه الزوجة غير عاقلة غير حكيمة وأنجب منها من الأبناء ما أنجب، فقد يطاوع هذه الزوجة يعني زي ما بيقولوا كده ياخدها على قد عقلها، فأقول لها ده أنا عامل جمعية وهبقى أجيب لك، طب استنى السنة الجاية إن شاء الله أخد مكافأة مش عارف إيه وأبقى أجيب لك، ده أنا مش عارف، وهكذا. في هذا النوع الذي لا يلحق الضرر بالزوجة ولا بأهلها ولا بماله ولا بماله ولا بالأسرة ولا بالأبناء، يصح للزوج أن يكذب على زوجته إن سمي هذا كذبا. طيب دكتور، في نهاية الحديث أنا طالب من حضرتك، أنا سعدت بلقاء حضرتك، بارك الله فيك، بس طالب من حضرتك، إحنا داخلين على شهر رمضان، إحنا في شهر شعبان، كل سنة طيب، وداخلين على شهر رمضان، روشتة لكل مشاهد لينا، أنا بقول روشتة إيمانية لكل مشاهد لحضرتك النهاردة، بتقول له إيه وهو مقبل على رمضان، إزاي نستعد ليه؟ الإنسان يستعد لرمضان بعون الله وجميل توفيقه بأمرين. الأول هو أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى من كل ذنوبنا ومن جميع أوزارنا ومن كل سيئاتنا، لما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي رواية للإمام مسلم عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. ففي الرواية الأولى أكثر من 70 مرة، وفي الرواية الثانية وهي رواية مسلم 100 مرة. وهذا ما يجب أن يحرص عليه المسلم في هذه الأيام الطيبة وهو مقبل على الله تبارك وتعالى، يريد أن يصوم شهر رمضان المبارك بأن يتخلص من كل ذنوبه، بأن يتخلص من أضرار الخطايا والأوزار، ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطيبات. هذه واحدة. أما الأمر الثاني فإنه يقترب إلى الله أكثر بقراءة القرآن وبذكر الله سبحانه وتعالى وبذكر ما ذكر به النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الليل والنهار، فبالتوبة وبالذكر ويتقرب المسلم من الله تبارك وتعالى تقربا يجعله ينال خير هذا الشهر المبارك، شهر الله، شهر رمضان. تمام دكتور، حتى الاستغفار عليه عامل كبير، حتى لو أنا بذكر ربنا سبحانه وتعالى وقلبي لاهي، يعني بذكر بقول سبحان الله والحمد لله وبستغفر وقلبي لاهي، لسه ما وصلتش للمرحلة اللي أنا أحس بالذكر دوت في قلبي، بأجر على ذلك؟ يعني باخد ثواب الاستغفار وثواب الذكر دوت؟ لا. ولا زي ما بعمل سيئة وبتحاسب عليها، انا دلوقتي باخد حسنه بتحاسب عليها دي ب10 ودي ب1؟ يعني بمعنى مثلا يكون بيذكر ربنا وبيفكر في شر مثلا بان يؤذي فلان او علان؟ لا يعني هو لا يلقي بالا للذكر، يكون في حاله من التوهان، هو يعني الدنيا معاه كده ماشيه وعمال يذكر ربنا. الاصل في الذكر ان يتنبه المسلم لما يذكر ربه به، فهو ان لم يكن متنبها لذكره فلعله يصب ربه او يقول قولا غير حميد. فالأفضل المسلم أن يتأمل ذكره وأن يعيه وأن يكون في حالة يقظة وتنبه وفي حالة إقبال على الله تبارك وتعالى وحب لما يقول. أنا بشكر حضرتك، سعدت بلقاء حضرتك النهاردة، وعلى أمل ووعد أن يكون في حلقات أخرى لتبصرة السادة المشاهدين بديننا الحنيف. أعزائي المشاهدين، في هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر للدكتور عبد الوارث عثمان رئيس المنظمة المصرية لعلماء المسلمين وأستاذ الشريعة بجامعة الأزهر،
لعل هذه الحلقة قد أفادت كثير من الناس وكثير من السادة المشاهدين، على أمل ووعد أن يتجدد اللقاء في حلقات أخرى. كان معكم هاني الفرماوي مع أطيب المنى وأرق تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.